السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على التصريحات تاع خصوص تجاه رياض محرز، وكيفاش نشد رياض محرز، كيفاش بكلام هذا تشوف تيب لاعبين كيما هذو يديروا ضغوطات على المدرب باش نشوفوا رياض محرز. هذو هما اللاعبين اللي يعرفوا قيمة تاع اللعاب، يعرف قيمة تاع اللعاب، ماشي قيمة تاع واحد تنقل ما بين الأحياء ودايرينو فرعون تاع البلاطوات كيما يتكلم هو. الريزون تاعو يضرب كاع البلاطوات، كاع القنوات، الريزون تاعو يولي يضرب كاع القنوات كاع. حنا اليوم قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا نوجه رسالة لهذاك حناشي اللي باع الشرف تاعو من 94 حتى ل 2017. باع الشرف تاعه، باع الشرف اللي كان عنده من 94 2017 باعه. وحنا نعرفوا باللي حناشي ما عندوش ثقة، ما فيش الثقة، خاطر جميع لي سبونسور كاع اللي عاونوه سميهم لك تاع القبه اللي يعاونك ودرت عليه خاصه في 2001 تاع اللي كان يعاونك هو اللي لاقي كلش ودرت عليه. نزيد تاع 5 مليانه ولاد خالك تاع 5 مليانه اللي كانوا هما مدعمينك، والنهار اللي تقدرت عليه ودخل الحبس ولي تكوبي عليهم التليفون، ما تربتش عليهم التليفون، فوتهم نورمال، انت ما فيكش ثقه. تحاسب الحاج هارا عمي حسين جناد، الله يطول في عمر هذاك عمي حسين جناد، كاع يعرفكم. زياره باقي واحد 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 معانا، زياره باقي رانا دايرين لكم راجل كبير هو اللي يعرفكم كاع كي دايرين. قال لك كنت تبكي لي باش الرونجي بيك عند الحاج. قلت له بلي الحاج عاير، الحاج رسل لي ميساج سبني ومنا يشوف كي دير باش يرضى عليا. واليوم كاسكروت شريتك حشيتها لك وحده شياتها، هذيك الصحفيه شياتها حشيتها لك. ما فيكمش الثقه، ما راكمش رجال. ني الحق مع خويا عماد، عنده الحق عماد، قال كلمه على بالكم. لبدان كي ترى مشكله كيما هذه خلينا نفكروا، هذه الكلمه هي اللي مخليتنا نفكروا عماد. قال لهم لازم الراجل، قال لهم تيموت الراجل باش نحكم عليه، باش نقول هذاك راجل. قالت وقت هذا رانا راه صعيب، هذا الوقت راه صعيب، وقت دونجي، وقت على جال منا يبيعك. السلام عليكم. الله فا قال لهم حبيبي صاحبي حبيبك، غير رخيص لي يكشف صاحبه، رخيص لي يكشف صاحبه. اصل قال لي انت يا تعرف الحاج وتعرف منا وتعرف والو، واحد يكون محافظ يكون راجل نوقف صح. هذوك هما اللي طردوك، هما اللي حبسوا عليك الدراهم، حبسوا عليك كلش وطردوك. روات تشيت لهم، روات تضرب لهم الشيتا. راه زتشي غير سمعك هدرت في الحاج ارسل لك افيتاسيون ارواح. قال لك الاخرى تاع القرعه تاع كاس الجمهوريه. شوف كيفاش ما تبيعوا بايعين اعماركم. غادي يكون راجل، لازم يكون جبد الرول وقعد يشوف ونقرا ونضرب. لا انتوما لا تدخلوا تعوموا داخلين كما قال لك والدينا، قراين والدينا يهضروها، يقول لك عمر لا تدخل للزازا بلا مطرق. انت المطارق هكا في السماء يضربوا وانت داخل بلا مطرق، غادي الضربه تكلم فيك، ما عندك كي تربط الضربه. تهداش في الراجل هذاك، راجل الحاج، راجل الحاج، راجل زوج رجاله، 10 رجاله، 100 راجل، مليون، زوج ملايين تاع راجل فيه. كاش لي عاوضه لا مقبل ولا اللي راه جاي، كاش ابار الاداره تاعه اللي خدمت معاه وطنيين، الاداره اللي خدمت معاه وطنيين ورجال بمعنى الكلمه يخدموا. كي انت تهدر في راجل عيب عليك، على بالك عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك. ما امنتش انا النهار الاول
شت غي فيديو، رسلوا لي فيديو ذاك المخنث اللي يخدم مع هذيك الاخرى، مي قال لك باللي الحاج راك خايف يولي. انت قلت له ان شاء الله يولي، انا فماك عجبتني. من بعد رسلوا لي بات شد حقه، قلت له بالك ماشي هو، بالك كلام مرتبين له كلام. قال لك لا هو، عاودت الحصه ودخلت عاود حصه ما امش حقه. لبسوك جي باول، لبسو كومبيليزون. لا يا حنا هذا ما نقولو لك، والله ماني طايلك. حنا نتكلمو على محرز، على واش تكلمت عليه، تكلمو عليه لاعبين كبار خصوص اللي كان فرعون شكشبيلة ابو قفريت كان يهدر عليه، وين شنا كيفاش بونجا عليهم منا وخيسوس صاني منا منا منا. غادي يقول لك فين خيسوس مشي لعب، غادي يقول لك فين تولي شكر محرز، غادي يقول لك خيسوس مشي لعب. خاطش واحد اليامات ولاو يقولوا غوارديولا لا مانشستر احسن فريق ليفربول، ما بغاوش يجبدوا مانشستر سيتي خاطش داروا عليهم. ومن بعد ما ولاش يلعب غوارديولا، ما ولاش يلعب محرز، ولا يقول لك كيماك غوارديولا عنده القيمة تاعه في وسط المدربين. نتوما القيمة، نتوما ما عندكمش كاع، نتوما القيمة مكاش، الكلمة تاع القيمة وما عندكمش. انت وليتو تقيموا رجالة يا حي. ويشنا كيفاش خيسوس يدعم محرز، رياض محرز نجم فريق، نجم الفريق الوطني الجزائري رقم واحد في تاريخ كرة القدم الجزائرية، رقم واحد في تاريخ كرة القدم الجزائرية. واش دار محرز؟ مكاش اللي يجي يقول لك دار، كاش رقم واحد في تاريخ كرة القدم الجزائرية. اللي الناس تضرهم هذو في وذنين، طرطق لهم الوذنين، هذه احنا نقولوها، نقولها لخاطش على باش نطرطق لكم وذنين، باش تعرفوا باللي كاين القوة. يقول لك محرز لعاب كبير، وين شنا كيفاش القهاوي، راني نقول فيها ونعاود، قهاوي بارتو جزائر كومبلي في تيميمون، قهوة معمرة على جال محرز في غردايا في ليكول، مي بغاو يدو الفاكونس، قالوا لهم كل واحد يرسم منا حاجة، واحد رسم له، رسم محرز، دار كادر تاعو، دار محرز منا طاطا. أرواح أنت يا تشكشبيلة، وقلع ذاك الطفل الصغير قول له محرز مشي لعاب. أرواح أنت قلع له قول له أنت مشي مع لعاب. حنايا بعد أن أوصى النجم البرازيلي خيسوس رياض محرز حينما لم يشارك في المباراة التي جمعت مانشستر سيتي ضد ليفربول، ضد الفرق اللي ما لعبش ضدها، وين شنا كيفاش واساه، وين دعمه، وين طرالو المورال. ما هو مهاجم نادي مانشستر سيتي خيسوس يعيد الكرة ويتحدث عن فنيات رياض محرز منذ وصوله إلى نادي مانشستر سيتي، حيث أكد وقال اللعاب رياض محرز وصاني وستلنين يسهل عملية تسجيل أهداف، أنا أشكر الجميع على مساعدتي. شو كيفاش لعاب ماغري ماركي أهداف منا بصح شتي لا يعترف اللي يكون دوك يشوف اللعب تاعهم، يشوف اللعب تاع محرز، يشوف منه، وخاصة وين تكلم على رياض محرز، وين قال لهم رياض محرز السم القاتل للمدافعين، رياض محرز بكرة واحدة بتمريرة واحدة يصنع هدف، كرة واحدة قال لك يصنع في أي لحظة، قارع رياض محرز في أي لحظة بمراوغة بتمريرة بانطلاقة بكلش حاجة، كي يوقف راه داير دونجي. وتابع كذلك رياض محرز إضافة كبيرة لمانشستر سيتي، نحن لسنا بعيدون عن ليفربول، كلها مباريات وسنكون في المركز الأول. إذا كان رياض محرز صح، ما كانش رياض محرز راه عندنا العروسي في ليفربول، راه كاين العروسي في ليفربول، هو فين كيديها فين ماذا بينا. إذا ما كانش محرز ما ولاش يلعب محرز، حنايا رانا نقارو، رانا مع رياض محرز، نزيدو نشوفو وما نتقلقوش، بصح حتى لا رياض محرز يبقى رياض محرز ورقم واحد في الجزائر واحسن لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. اللي بغاها بغاها، واللي ما بغاهاش الدخله في البغى الباطل، الدخله في البغى الباطل، خاطر علاه باطل تولي يردك بسكه غادي ما تقدرش روحك.
حز روحك يقلبك مسكة إلا دخلت فيه وما ضربكش راك دخلت باطل. بصح إلا ردك مسكة هذاك الدنيا وما فيها، هذاك ما هذاك ما تال كابويا ونهشها حمار. غادي نهار اللي يطفر فيكم انتوما ويجروا عليكم تولوا كل حبة تاع الكابويا عند واد وحمار فايت ونهشها، يقول لك كابويا ونهشها حمار. تحية الجزائر.